بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده بوضوح. النهارده حلقه بوضوح، حلقه مختلفه تماما. احنا النهارده حلقتنا من داخل مشرحه زينهم. لاول مره كاميرات التلفزيون تنتقل الى داخل المشرحه عشان تعرف ما يدور في داخل المشرحه. مشرحه زينهم طبعا معروف ان هي المنوط بها تشريح جميع الجثامين اللي بتجيلها في القضايا التي بها شبهه جنائيه. يمكن خلال فتره السنوات اللي فاتت كان دائما مشرحه زينهم والطب الشرعي كان مصدر عناوين رئيسيه في صحف كثيره، انه بيتناول قضايا كثيره جدا هزت الراي العام. النهارده هنخش المشرحه وهنتعرف على طريقه العمل فيها. هنلتقي على مع المسؤول الاول عن المشرحه عشان نعرف كيف يسير العمل في داخل مشرحه زينهم. اهلا بكم في هذه الحلقه المختلفه بوضوح من داخل مشرحه زينهم. قبل ما نبدا جولتنا سعدني وشرفني يكون معانا سيد مدير عام مشرحه زينهم والمتحدث الرسمي باسم مصلحه الطب الشرعي دكتور هشام. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. ازي حضرتك؟ وانا شاكر انك انت اديتنا فرصه النهارده ان احنا نكون موجودين هنا في بالعكس احنا سعداء جدا بوجودك معانا ان شاء الله. تسمح لي الاول قبل ما نبدا جولتنا انا يهمني ان انا اقعد مع حضرتك شويه وبعدين نعمل جوله في المشرحه ده بعد اذنك كده. اوكي فخلينا ننتقل الاول نقعد ننتقي شويه عشان نعرف بس نظام العمل بيتم ازاي وبعدين نستاذنك ان احنا تكون معانا في هذه الجوله. شكرا جزيلا.